السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هجرة بنتي وردي، طالبة جامعة ماليزيا سبا الهرم الجامعي العالمي لبون صوفا. أتحدث عن أهمية الغذاء المتوازن في معيشة الطلاب. دعنا أن نناقش معا، ما هو أهم شيء للإنسان؟ نعم، أنه هو الأكل. ولكن هل أنتم تشاهدون وتهتمون بالطعام الذي تناولتم؟ ينبغي على الطلاب خاصة أن يأخذوا ويأكلوا الطعام صحي، فأن تناول الوجبة الصحية هي تعني تحقيق الطعام المتوازن والتأكد جسمكم يتلقى بالتغذية التي يحتاجها حتى تستطيعون أن تركزون في الدروس أفضل. دعنا نستخدم القلم كلوكوسا قزاهي في نظامنا الغذائي، أي بممارسة تناول المزيد من الفواكه والخضروات. يتكون قوس قزح من 5 ألوان، وهي بيضاء مثل لون البيض المسلوق، ولون الأصفر للأناناس، ولون الأحمر للتفاح، ولون البنفسجي للتوت، وأخيرا مثل لون الأخضر للكيوي. تناول الطعام الصحي يمكن أن يحسن انتباهنا وتركيزنا، ومن المهم أن نحفظ على التركيز لنيل النجاح الأكاديمي. بخلاف ذلك، يمكن أيضا تحسين مناعة الطلاب بتناول الطعام الصحي، أن الخلايا المناعية تتطلب عناصر غذائية كافية كجزء من نظام غذائي متوازن وصحي للطلاب. فيتامين سي، فيتامين دي والكالسيوم هي بعض العناصر التي تم تحديدها على أنها ضرورية لنمو خلايا المناعة. وبعض النصائح السهلة للحفاظ على نظام غذائي صحي هي تناول وجبة فطور مغذية وتناول وجبة خفيفة صحية وشرب الكثير من الماء. أخيرا وليس أهلا، أحب على الطلاب أيضا أن يتجنب من الأطعمة المقلية أو المعلبة، وكذلك أن يتجنب من الأطعمة الغنية بالسكرية والأملاح للاستفادة من الفوائد الرئيسية للأكل الصحي. هذا كل شيء مني، وشكرا جزيلا على مشاهدتكم بهذا فيديو، وأرجوكم يستمتعون بها. والسلام.